مساء الخير واهلا بحضراتكم في جوله جديده في الصحافه اليوم. بقالنا اسبوع ما كناش بنطلع وبنعمل مع حضراتكم عرض الصحافه لاننا كنا بنحضر مؤتمر شرم الشيخ، مؤتمر الشباب اللي كان موجود هناك. وزي ما احنا كان عندنا سعاده كبيره جدا بتفاعل الشباب مع الحكومه، وازاي ان احنا كنا بنشوف عن قرب الحكومه والوزراء بيتعاملوا مع الشباب وبيردوا على اسئلتهم وبيردوا ازاي حتى على يعني في بعض الاحيان كان في هجوم الشباب في بعض المسائل للحكومه، وكانوا الوزراء بيردوا عليهم بمنتهى الهدوء وبمنتهى يعني السلاسه، وكنا بنشوف في معلومات بتتدفق. كل ده خلانا نحس ان احنا مبسوطين من التفاعل ده، ولكن ده ما يخليناش برضو ان احنا ممكن ننتقد الحكومة زي ما احنا كنا مبسوطين منهم في مؤتمر الشباب، ننتقدهم في ازمات تانية وفي مسائل تانية كان المفترض ان هم يكونوا حاضرين فيها وما يردوش بتصريحات تستفز المواطن. شفنا ازمة السيول اللي حصلت، وشفنا ازاي انه الصور كانت بتتكلم عن نفسها في اليومين اللي فاتوا، ازاي انه كان في مش سيول عادية، الموضوع كان معدي السيول، ما كانش فيه استعدادات. فده خلانا ان احنا نقول انه يمكن المسألة كانت مفاجأة، يمكن ما كناش نعرف، يمكن زي ما دكتور احمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، وده تصريح موجود في جريدة الشروق، بيقول انه الحكومة بدأت اعتبارا من يوم 4 اغسطس الماضي استعداداتها لمواجهة السيول المتوقعة، ولكن السيول الغزيرة التي هطلت مؤخرا على عدة محافظات كانت بكميات كبيرة وحالت دون منع اثرها. وبيقول حسب الخبر اللي موجود في جريدة الشروق ان الكوارث من مشيئة الله وهي اقوى من اي استعدادات. هو تصريح بيدي ايحاء انه احنا اتفاجئنا. طب هل احنا اتفاجئنا ولا ما اتفاجئناش؟ لانه في تصريحات تانية او في منشطات تانية في الجرايد بتقول كلام غير ده. خلونا بقى قبل ما نروح ونشوف ايه هي الحاجات اللي موجوده في الجرايد او المنشطات اللي موجوده في الجرايد، نسمع الدكتور احمد عبد العال وهو رئيس هيئه الارصاد، ممكن يقول لنا. يا دكتور احمد مساء الخير. مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. هو احنا اتفاجئنا بالسيول ولا ما اتفاجئناش، ولا هي في يعني كوارث اقوى من الاستعدادات؟ طبعا احنا ما اتفاجئناش. تفاجئنا دي يعني احنا فجاه كده الدنيا مطرت راحت عامله سيول ومحدش عنده فكره عن الموضوع ده، لا طبعا. هيئه الارصاد الجويه باول حاجه بتبدا في فصل مع بدايه فصل الخريف قبل ما يبدا بيه اسبوع او اثنين بنطلع تحذير بان فصل الخريف فصل من الفصول اللي بتنتابه حالات عدم استقرار شديده وسريعه، وبنقول شديده وسريعه و قصيره يعني بتقعد يومين ثلاثه. يعني حضراتكم بقى لكم اسبوعين بتقولوا التحذيرات دي؟ لا ده احنا قايلين الكلام ده قبل ما يبدا فصل الخريف. تمام. وبنقول بيرتابوا امطار شديده تصل الى حد السيول، بنقول قبليه ليه؟ علشان كل واحد يبدا يجهز نفسه. عشان ما يقولش انا ده هم قالوا قبليها بيومين ثلاثه وما لحقناش نعمل حاجه، فاحنا بنقول قبل الخريف ما يبدا اصلا. لان ده سمات الخريف انه بيبتابوا. طيب يعني هل السيول دي بتحصل كل سنه؟ يعني دي مساله سنويه اللي احنا شفناه ده بيحصل سنه؟ يعني ما فيش كلام، احنا فاكرين السنه فاتت اسكندريه والبحيره حصل فيهم ايه؟ والسنه اللي قبليها سينا حصل فيها ايه؟ طيب سؤالي يعني سؤالي هنا، طيب في سيول كل سنه، هل بعد كده قبل ما تبدا الامطار دي بثلاث ايام ب 72 ساعه، يعني احنا يوم الاثنين اصدرنا البيان بانه هناك حالة عدم استقرار، أمطار شديدة على كافة الأنحاء تكون رعدية وتصل إلى حد السيول على كل من محافظات الجنوب، ثلاث جبال البحر الأحمر، سيناء. طيب ده يخليني أسأل حضرتك، طيب السيول يعني احنا شايفين تصريح دكتور أحمد زكي بدر بيقول إنه كان في استعدادات ولكن يعني اللي حصل اقوى من الاستعدادات، فهل السيول اللي حصلت كانت اقوى من التوقعات؟ بصي حضرتك، لا طبعا التوقعات كانت واضحه، لكن ما حدش يستطيع ان يجابه الطبيعه مهما كان. الطبيعه غادره وقويه جدا، وبنشوف في امريكا لما بيجي الاعصار بيشيل الولاية بالكامل. وشوف التقدم اللي هناك والاجهزه اللي عندهم. فمش معنى ان احنا يعني انا مش معنى ان انا بقول ان انا حذرت ومعنى ان هم يكون هناك تفصيل، لا ده ممكن يبقى احنا مستعدين بس
الطبيعة ما حدش يقدر يقف طيب قدامها أسأل مهما كانت. حضرتك برضو سؤال تاني عشان يكون واضح قدامنا، هل الحكومة تواصلت مع هيئة الأرصاد علشان تعرف منها تفاصيل أكتر عن طبيعة السيول اللي ممكن تحصل أو الهيئة متوقعاها؟ أكيد طبعًا، وأنا كنت في اجتماع مع معالي رئيس مجلس الوزراء الخميس اللي قبل اللي فات، وهو وكان دايمًا بيقول لي توصل المعلومات دي اللي أنت بتصدرها بسرعة لكل المحافظين في الوقت المناسب، وفعلًا وصلت لكل المحافظين في الوقت المناسب. طيب الاستعدادات اللي كانت موجودة من خلال برضو مراقبة حضرتك أو من خلال متابعة حضرتك، هل حضرتك شايف إنها كانت كمواطن، هل حضرتك شايف إنها كانت على يعني مستوى الحدث؟ بصي حضرتك، انا هتكلم كمواطن ماليش دعوه باحمد عبد الله رئيس هيئه الارصاد. انا كمواطن بقول الامطار السيول دي لما نزلت ما نزلتش فجاه كده، يعني نزل عملت فيلم مره واحده، لا دي كانت امطار غزيره نزلت على اعلى الجبل، بتتكون اعلى الجبل وبعد تقوم ايه تنحدر بشده، هو ده اللي بيسميه السيل. يبقى انا لو انا حتى مش قادر اعمل حاجه، انا في رايي ان انا اقفل الطريق من كلتا الجهتين. دي ابسط يعني انا في رايي ده التصرف، انا اعتقد لو انا هعمل كده ان انا هقفل الطريق. يبقى النهارده الخسائر هتبقى ماديه، اهم حاجه ما يكونش في خسائر في الارواح. يعني ده لو انا لو السيول يعني شايفه اعنف منها تنزل في المخرجات السيول بتاعتها واعنف منها، يبقى خلاص. طب يعني احنا قدام دلوقتي خبر بيقول انه مجلس النواب يعني انه البرلمان عايز يحاسب الحكومة على عدم الاستعداد للسيول دي، حضرتك شايف انه دي مبالغة مثلا من رد فعل مجلس النواب لا في طبعا، محلها؟ شايف انهم يعني شايف مبالغه ليه؟ لان فعلا الطبيعه يعني الطبيعه قويه، يعني لازم الكل يبقى عارف ان الطبيعه دي طبيعه قويه شديده ايا كان من اي استعدادات ما اعتقدش. وبقول لحضرتك المثل امامنا امريكا، ما امريكا هي بكل ما عندها من تقدم واجهزه مع ذلك بيجي لها الاعصاب بيشيل الولايه بالكامل. تمام. فعشان بس ما نظلمش حد، طيب انا بقول دي الحقيقه. طيب الخبر برضو اللي قدامي او يعني واحد من المنشطات اللي موجوده بتقول ان حضراتكم بعتوا 4 انذارات للحكومه قبل السيول الاخيره. كلمه انذار يعني او 4 انذارات مش بتدي شويه احساس او انطباع بانه لم يتم الاستجابه للانذارات المتكرره؟ هل لا ده حصل؟ لا طبعا، ان هم استجابوا بدليل ان رغم العنف الشديد اللي كان في السيول، لعلم حضرتك لو قسناها بعدد الوفيات والاصابات والعنف الشديد اللي كان فيه، هنقول ان هي كده الحكومه عملت ما اللي عليها واكتر. طيب عايز ليه؟ اشكر لان في المقابل، تعالي شوف اي دوله من المتقدمه يحصلها حاجه زي كده بيبقى الوفيات كبيره قوي 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 قوي. طيب عايز اشكر حضرتك دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد، بشكر حضرتك على وجودك معانا، وحبينا ان احنا نستوضح من الدكتور احمد عبد العال علشان المنشطات بتدينا ايحاء او بتدينا احساس بانه هيئه الارصاد بتحمل الحكومه مسؤوليه ما حدث، ولكن احنا شايفين ان النهارده هيئه الارصاد اهي في مكالمه دكتور احمد عبد العال بتقول انه لا، الحكومة كانت بتتعاون معاهم، كانت بتاخد تقاريرهم وكانت بتستجيب، ولكن انه في بعض الاحيان بتكون الاستعدادات اقل حتى من الحدث، وضرب امثلة بدول اخرى.